واليوم مطلوب من كل لبناني يقاوم اي غريب، يقاوم اي محتل، ويقاوم اي معتدي عم بيجرب من بعيد او من قريب يشوه مظاهر الحضارة والتراث والقيم والمعتقدات على ارض لبنان، لانه لبنان ليكون حقيقة اللبنان يلي بدنا اياه هو وطن الحريات، هو وطن الحضارة، وإلا منكون مثل اليمن أو مثل كل هالبلدان يلي بعلمكم منه ما بعود في أي مبرر لوجودنا ولا بعود في أي سبب لوجودنا. نحن اليوم وللمستقبل مفروض نبلش نتعامل مع كل الناس بدون أي عقدة من أي نوع، ما حدا أذكى منا أبدا. منا ابدا. ولا حدا دافع عن بلاده اكثر من ما نحن دفعنا عن بلادنا. ولا حدا حضارته اقوى من حضارتنا ليجي يجرب يفرضها علينا ويقول انه هو افهم منا، انه هو عم بمثل ثقافة الجمال والبدو والمتخلفين اللي عندنا. نحن منا بدو، نحن ما عنا جمال، نحن عمرنا 6000 سنة حضارة، وهال 6000 سنة حضارة نحن مفتخر فيها ومنعرف كيف بدنا Thank you.